احبكم مشاهدينا الكرام، اجمل ترحيب. رساله جديده من بطوله كاس العالم للرمايه لاصحاب الهمم. اليوم تحظى مدينه العين بهذا الملتقى العالمي، 41 دوله تواجد اليوم، عينهم على الذهب. ما نسبق الاحداث، خلينا نشوف اجواء رسالتنا. ردي لكم مره ثانيه. عبدالله السلطان مدرب المنتخب اليوم، نقول يفتح الستار لهذه البطولة المنتظرة كأس العالم. 41 دولة يمكن قد تغير السنوات اللي طافت، أقل، وهذه السنة قد يكون عليكم مسؤولية أكبر. اليوم في عقب دارك في هذه الدول المشاركة، شو التجهيزات اللي مجهزينها لمنتخبنا اليوم للمشاركة في هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم لتغطية هذه البطولة. أكيد أن البطولة هذه الثالثة تعتبر في الإمارات في مدينة العين، في تطور مستمر وتجد إقبال كبير من جميع الدول المشاركة في رماية أصحاب الهمم. الحمد لله البطولات اللي تقام على أرض الإمارات دائما ناجحة بالكوادر الموجودة وجهود الجميع. بخصوص التجهيز المنتخب عندنا، الحمد لله احنا عملنا برنامج، وكانت هذه البطولة هي محطة الأخيرة لاستعدادنا لبطولة العالم في كوريا إن شاء الله. تاريخ 1/5 تبدأ، بعد شهر وعشرة أيام من الآن. فعملنا برنامج بحيث أن نكون في مستوى تصاعدي، نطلع من بطولة كأس العالم في العين إلى بطولة العالم، نكون في أفضل النتائج إن شاء الله. اليوم نقدر نقول المنتخب جاهز لكأس العالم اليوم المتواجد في مدينة العين. إن شاء الله نحن بذلنا الجهد، وإن شاء الله أن هذا الجهد يتكرر بالنجاح. ومثل ما قلت لك، هذه هي بطولة العين، كأس العالم في العين، هي تعتبر المحطة النهائية الاستعداد الأخير لبطولة العالم. الفريق كله جاهز إن شاء الله، ونطمح أن نعانق الذهب في هذه البطولة، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله للجميع. نقدر نقول تسليط الضوء بشكل أكبر على أي نقدر نقول على الهوائي، على وين يمكن قوتكم نقدر نقول في هذا؟ أكيد نحن كلاعبين نلعب أربع مسابقات، نحن متميزين أكثر أو متخصصين في 50 متر سبورت رايفل، 60 طلقة راقد، وأيضا 3 أوضاع. هذه بتكون آخر 3 أيام في البطولة على جدول البطولة. أول يومين اللي هو بكرة وبعده بيكون عندنا هوائي فقط. بكرة إن شاء الله 60 طلقة راقدا هوائي، وبيكون فيها نتائج فردي وفريق. وأيضا اللي يوم الجمعة بيكون أيضا الواقف 60 طلقة رجال. فمن بعدها إن شاء الله بيكون عندنا مسابقة عند عبد الله الحبابي، بيكون الR9 60 طلقة سكتون. بنستمر إن شاء الله، لكن مثل ما قلت لك نحن يعني متخصصين في 50 متر، ولكن ننافس أيضا في 10 متر إن شاء الله التوفيق. هل حد جديد انضم للمنتخب أو في تجهيز لانضمام للمنتخب؟ بالنسبة نحن كفريق الرصاص ما انضم عندنا أي لاعب،
لكن استحدث فريق جديد في الشوزن من 3 لاعبين سيف هلال ومحمد الحامد وراشد أعتقد. هذه اللاعبين جدد بيكونوا هم أول بطولة بيكون موجودة اللي هي في العين، وهي البطولة الأولى على مستوى أصحاب الهمم في رماية الشوزن لعبة التراب. أيضا في لاعب من دبي فيرمي مسدس أيضا شارك معانا في بانكوك كأس العالم 2017، وشوفه ما شاء الله متواجد ومستواه يعني مستمر في الصعود. الآن يعني تقريبا 9 رماة من الإمارات يشاركون في بطولة كأس العالم في العين، وهذا إنجاز بحد ذاته لهذه اللعبة. Third time, and he's very good competition, and now is the best concoration all the time. Is more shooter all the world, and last year I win in discipline competition, and this year I will be win because but this good conclusion good shooter. Thank you UAE. طبعا مشاهدينا الكرام، المنتخب الإيراني تواجد كذلك من ضمن 41 دولة اللي تواجدوا في بطولة كأس العالم للرماية. بنتعرف عليهم بشكل أكثر. اسمك؟ اسمي حسين أميري حسن. حسین امیری هستم، سرمربی تیم ملی تیراندازی. The head coach of Iran in Iran, حسین امیری. And 8 تیرانداز آوردیم. We have 8 shooters here in this competition. This is the first time that we are here in LA for competition. And thank you very much for your hospitality. It is everything is very good, and the facilities is very superior and very very good. Very. شكراً UAE. Two branch 50 meter and 10 meter. Team is good. I hope good shot and good result. Competition is good. World Cup is here. Thank you, UAE. For the first time I'm competing in P3 pistol and P2 that's air pistol, and this is my first time here, but my impression is everything is very good, from transportation, the welcoming, the hotel, the range. I'm just blown away, so I'll be here next year also. Thank you UAE.
My classification is SH2, so I shoot rifle, and mainly air rifle and 22 50 meter. So this is my first time to UAE, Dubai, and LA, and to this competition, and it's pretty amazing. Like, what the organizers have done here is pretty fantastic. So I'm looking forward to competing, and I'm actually looking forward to coming back again someday. Team, we have two rifle shooters and four pistol shooters from Brazil here. I think that is the biggest competition I participate at all. The people here is very, very affordable, and the facilities it's great, and always it's great. Five competitors with us here. I shoot SH1 R2 standing. For the prep of this competition, I feel like it's helped me a lot because I've got different ranges have different lighting, so like you gotta get to know the range before you actually compete. The center's really nice. It's very updated. The range is awesome. It's very open and organized. World competition with all teams all around the world, and I'm exactly shooting by rifle. This is my second competition in my story, sports story, and I like shooting. Thank you, UAE. اليوم إذا بنتكلم عن حديث الولادة، سعيد الطنيجي انضم للمنتخب في فترة جدا بسيطة، ولكن إنجازاته وضعت بصمة جدا متميزة. اليوم نفخر أبناء الإمارات اليوم بوجود سعيد لاعب مسدس يتواجد كذلك في هذه البطولة. كنا فخر أمانة. سعيد، أول شيء أمسي عليك بالخير. مساء النور عليك. حفزان كنا. نعم. أقول لك حفزان. لا شوي، يعني الواحد دائما مشاركات، يعني مشاركتي أنا جديدة في هذا المجال، فشوي يعني أخذ
الموضوع هذا بشكل جدي علشان تدري ان انك تمثل دولة بعد، مو شيء مو شيء هين هذا. فان شاء الله يعني بيض الوي. ثاني مشاركة لك؟ اي نعم ثاني مشاركة لي. اول مشاركة في تايلاند كانت. هل نقدر نقول راضي كل الرضا اللي حققته في تايلاند؟ والله شوف كأول مشاركة، والله هذا السؤال عم تسأل المدربين مالي، لأن صراحة عن نفسي أنا ما كنت راضي، لكن تدري لاعب جديد مسؤولية كبيرة، فتتوقع مثل هذا الأداء اللي شفته أنا. سعيد لنا طموح كبيرة فيك أن نشوفك بإذن الله على المنصة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يمكن سبحان الله ما أدري متى يكون هذا اليوم اللي بتوج فيه، أو بوصل الأول أو الثاني أو الثالث، أو يعني أحقق نتيجة جميلة أفخر فيها والناس كلها تفخر فيها. تعرف سعيد شو اللي حسيته منه؟ نعم حسيت إنه وايد شال المسؤولية. صح أكيد أكيد هذا يفرحنا. الله يخليك أكيد. طالما في مسؤولية راح تنجز وتحقق، مو بنت بس المنتخب كلهم بلا استثناء. نحن نفرح يوم نشوف أبناء دولة الإمارات في منصات تتويج، وإن شاء الله نشوف. إن شاء الله إن شاء الله ليش لا. أنا ما أنا أخص بالشكر سعيد، تجربة جدا مميزة اللي خاضها في بانكوك، إن شاء الله يحقق شيء عندنا في كاس بطولة العالم اللي متواجدة 41 دولة، مش هينة. لكن أشكر سعيد، أشكر الطاقم الفني، المدرب، الإداري، كاميرتنا. وصلنا نحن وياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية رسالتنا في هذا اليوم من بطولة العالم للرماية لأصحاب الهمم، لكن نقول ترينا باكر بإذن الله في رسالة جديدة. تقبلوا تحياتي أنا حميد المهري طاقم العمل، حياكم الله، ترينا باكر.